هل الكلاب بيحصل عليها حمل كاذب؟ وهل ممكن الالتهابات اللي في الرحم والمبايض والحاجات دي كلها والمشاكل التناسلية تأثر ان الكلبة بتاعتي بعد ما نجوزها تطلع فاضية وما تشيلش؟ طيب هل كل ده بيبان معايا في التحاليل وبيبان في الأشعة والسونار والحاجات دي كلها عند الدكتور البيطري؟ مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة النهاردة ومعلومة جديدة بنوضحها لكل الناس اللي بتحب تربية الكلاب ومهتمية بتربية الكلاب قوي، وبالاخص بقى الناس اللي هي بتجوز وعايزة تفرخ وتطلع جراوي والحاجات دي كلها. معلومتنا النهاردة هي كان حد سألنا سؤال وحبينا نرد عليه، ان هو عمل تحاليل والكلبة طلعت فاضية ويوم ميعاد الولادة قعدت تحفر والحاجات دي كلها، وقال ان في حمل كاذب. فهل الكلاب في حمل كاذب صحيح؟ وهل ان ممكن المشاكل التناسليه تاثر ان ما يحصلش خلفه والكلام ده كله؟ كل ده هندردش فيه النهارده. خليكم معانا لاخر الحلقه، هتستفادوا جدا بمعلومات مهمه جدا بالعلاجات وبالتوضيح وبالشرح عشان ما يحصلش عندك اي اخطاء وانت تتفادى اي خطا ممكن يقابلك وقت جواز كلبتك، لان المهم كله في وقت الجواز مش قبل كده ولا بعد كده. وقت الجواز هو اللي بيأثر على سبب عدم حدوث حمل. طبعا مشاكل كتير بتقابلنا احنا كمربيين كلاب لما يكون عندنا كلاب احنا مربيينها ومهتمين بيها وبنستنى من السنه للسنه او من الشهر للشهر او من اليوم لليوم ان الكلبه بتاعتي تحيض وتتجوز. طيب انا دلوقتي كلبتي حاضت وجوزت، وبصيت فجاه رحت نعمل تحاليل قالوا ان في التهابات في الرحم، وقالوا ان في التهابات في المشاكل ومشاكل تناسليه وحاجات زي كده، ودي اثرت معايا وخلت كلبتي ما تخلفش. طب نعمل ايه والحل ايه؟ طبعا يا جماعه فعلا بيحصل حمل كاذب، وفعلا الكلبه بتتجوزها عادي خالص ويجي يوم من الميعاد بتاع الولاده تهيئ لنفسها ان هي هتولد، وده بيبقى عباره عن توهم عند الحيوان نفسه، بيوهم نفسه ان في ولاده وبيوهم نفسه ان في خلفه، وبالفعل بيحصل تغيرات هرمونيه في جسم الكلب بتاعي وبيحسسني ان هي خلاص حامل، وفجاه نبص نلاقي كلبتي فاضيه ما بتشيلش. نعمل ايه ونحل المشكله دي ازاي؟ دي مشكله بتزعل كل الناس اللي بتربي كلاب، لما نكون انا مربي وتعبان وموكل ومشرب ومعالج وعامل الحاجات دي كلها ومنتظر ان كلبتي تولد وفجاه نبص نلاقي ان الحمل طلع كاذب. بص يا حبيب قلبي، يعني ايه التهابات تناسليه ويعني ايه التهابات في الرحم ومشاكل في الرحم وبكتيريا وحاجات زي كده؟ كل الحاجات دي انت في ايدك ان انت تعالجها وبطريقه بسيطه جدا، ومش شرط ان يكون الكلب عندها الحاجات دي عشان انت تجيب العلاج. يعني هقول لك على معلومه وملحوظه انت تعملها اول ما كلبتك تحيض وباذن الله مش هيحصل عندك حمل كاذب تاني خالص. ايه هي بقى يا سيدي؟ اول ما الكلبه عندي بتحيض بيحصل حاجه اسمها فتح في الرحم، الرحم بيكون مفتوح في الوقت ده وقت نزول الدم من اول يوم في الحيض. يعني انا اول ما اشوف الكلبه بتاعتي حيضه تمام هعمل ايه؟ هاخد الاجراءات اللازمه اللي انا هوريها لك دلوقتي، هنزل على الصيدليه البشري هجيب مجموعه من العلاج وهنمشي بالعلاج ده لفتره من الزمن، هي تقريبا 5 ايام بالظبط، 5 ايام ونوقف العلاج وبعد كده نبدا نجهز كلبتي للتزاوج. بكده لو عندي اي مشاكل تناسليه او اي مشاكل في الرحم باذن الله المشاكل دي هتروح. طب فين العلاج يا عم بنور؟ تعالوا نوريكم العلاج، والعلاج ده متوفر في كل الصيدليات البشري، هاتوه واشتغلوا بيه بس من اول يوم حيض. يعني ايه؟ اول يوم تلاقي كلبتك حيضه ابدا روح هات العلاج واشتغل بيه ومشي بيه، وبعد كده سيبها على بركه الله وجوز كلبتك في الميعاد المناسب بتاعها اول ما تلاقي لون الدم وردي، وركز في عدد الايام. انا يا جماعه كمربي كلاب ما بنقتنعش بكلمه عدد الايام، لان كل كلب وليه هرمون معين في جسمه. ممكن كلبه تقعد معايا 9 ايام، ممكن كلبه تقعد معايا 10 ايام، وممكن كلبه تقعد معايا 5 ايام، وبيحصل لخبطه شويه في الهرمونات. فانت الافضل مشي على لون الدم، اول ما الدم يكون لونه وردي والكلبه مهيئه للجواز ابدا جوز كلبتك، بس الاول اديها العلاج اللي انا هوريه لك في الفيديو دلوقتي. العلاجات اللي معايا دلوقتي دي يا جماعه دي اهم علاجات نستعملها مع الكلبه بتاعتي من اول يوم حيض، وهي عباره كلها عن علاجات مضاد للالتهابات والعدوى البكتيريه والحاجات دي كلها. طب العدوى دي جات لي منين يا ابو نور؟ العدوى دي ممكن تجي لك من حاجات كتير، زي القراض لما يجي لكلبتك ويعمل طفيليات في الدم، زي الديدان لما تيجي لكلبتك وتعمل طفيليات معويه. الحاجات دي كلها بتعمل عدوى في جسم الحيوان وانت ما انتش عارف ومش واخد بالك، فلازم تمشي على العلاجات دي لمده 5 او 6 ايام في فتره الحيض. وخلي بالك ما تستناش ان كلبتك تعدي ايام من اول الحيض وتيجي تديها لها في الايام الاخيره، يعني لازم العلاجات دي اول ما نشوف كلبتي حاضت نبدا اننا نديها. ايه العلاجات دي ودي عباره عن ايه؟ اول حاجه معايا البتادين المهبلي. البتادين المهبلي عباره عن دش مهبلي مطهر ومنظف وضد وبيضيع البكتيريا والفيروسات والفطريات.
بعد كده معايا البوس للالتهابات العنقية المهبلية اللي بتحصل في الرحم، تمام. بعد كده معايا كريم او مرهم، تمام، للمهبل والعدوى البكتيرية. بعد كده معايا برشام مهم جدا، مضاد حيوي واسع المجال، بيشتغل على المشكلة دي. هنعمل الحاجات دي ازاي يا ابو نور وهنمشي عليها ازاي؟ اول حاجة هنمسك الكلبة بتاعتي، تمام، هنغسل ببتادين على شوية مية دافية، تمام، يعني كوباية مية دافية كده، ونحط عليها شوية بتادين من ده، وبسرنجة، تمام، في سرنجات مخصصة للمهبل، بنغسل المهبل من جوه وبنغسل الرحم. بعد كده بندي اللبوسة دي، بعد كده بندي اللبوسة دي، بعد كده الكريم ده بنفتحه وبنحطه في المهبل، وهو متاح معاه الأنبول اللي بندي بيه في المهبل، تمام. الكلام ده كله يوميا، تمام. بعد كده بندي البرشام ده، بنديها لمدة 5 أيام، حباية الصبح وحباية بالليل، تمام، ده مضاد حيوي. وبكده يبقى أنا جهزت كلبتي بطريقة جميلة جدا وبطريقة صحية جدا عشان ندخلها على مرحلة الجواز. البتادين بقى أنت ممكن تستعمله كمان مع الذكر، يعني ممكن وأنت بتغسل للنتاية تغسل القضيب بتاع الذكر بالسرنجة مرتين في اليوم ولا حاجة، وممكن تدي للذكر سيبروفارم من ده، تمام، مضاد حيوي لو عنده أي التهابات في الجهاز التناسلي أو عنده أي مشاكل في الخصيتين أو عنده أي حاجة، ده هيساعد معاك وهيحل معاك المشكلة. ده العلاج اللي أنا ماشي عليه، وده العلاج اللي موجود في كل الصيدليات، وده لازم يكون عند أي حد مربي كلاب، وده لازم ناس كتير تمشي عليه، وده هيخلي كلبتك تنسى كلمة الحمل الكاذب نهائيا بإذن الله. هينسيك الحمل الكاذب ليه بقى؟ لأن أنت بتكافح العدوى بالبرشام، اي عدوى عند كلبتك. طب ما افرض مفيش عدوى يا بنور، انت ايش عرفك؟ لان العدوى ما بتظهرش الا ساعه الوقت نفسه. يعني انا لازم عشان نعرف ان في عدوى لازم ان نجوز وما تشيلش؟ لا، ده مفيش مشكله منه. يعني كل العلاجات اللي انا بقولها لك على فكره نافعه مش ضاره. يعني حتى لو مش عايز تجوز كلبتك وانت عايز تجيب العلاجات دي كرعايه لكلبتك وكرعايه صحيه ليها، مفيش منها اي مشكله، يعني مش هتضرك في شيء. فجرب وهات الحاجات دي وامشي عليها لمده 5 أيام وابدأ جوز كلبتك. بس اهم حاجه اهتم بالميعاد المناسب للتبويض، واهتم بالميعاد المناسب للجواز. وبالطريقه دي باذن الله وبمشيئه ربنا كلبتك هتشيل مرتاحه، وهتلاقيها حامل 100% ومفيش منها اي مشكله، ومش هيحصل عندك حمل كاذب. دي علاجات الالتهابات التناسليه والالتهابات المهبليه، دي العلاجات اللي كلنا بنمشي عليها. الوقايه خير من العلاج، وكل العلاجات اللي انا بجيبها لكم يا جماعه دي انا بشتغل بيها، وحتى لو ما عنديش حيض لازم اشتغل بيها برضو كنظافة من فترة للتانية. يعني لو عندي كلبتي غيبت في الحيض ممكن اجي في نص المسافة اديها الحاجات دي كمطهرات وكمنظفات، ودي حاجة ما تزعلش. على فكرة العلاجات دي كلها بشري، مش غالية قوي، تمام، وهتفيدك في الانتاج باذن الله. تحياتي ليكم، تحياتي لكل متابعينا. ما تنسوش تعملوا للفيديو ده لايك وشير لو انت شايف ان انت استفدت منه بما يرضي الله. اكتب لنا كومنت حلو، وعندك اي مشكله اكتبها لنا في الكومنتات تحت الفيديو ده. احنا هنعمل لك فيديو بالعلاجات مهم جدا عشان تعرف تعمل ايه. تحياتي ليكم، تحياتي لكل الناس اللي متابعانا. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تدعمنا في القناه بتاعتنا. احلى مليون مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.